في البداية كده مستر حضرتك ابتدينا نتكلم عن الستريت لاين او اللاين. ستريت لاين هاز نو اند بوينت. هنا الديفينيشن بتاعه يا اولاد هاز نو اند بوينت. ملوش نهاية. ممكن يجي يقول لك ان هو عبارة عن لاين اكستند ان بوث دايركشن فور ايفر. حضرتك ده يعتبر لاين بيمشي فور ايفر، يعني الى ما لا نهاية، في تو دايركشن، في اتجاهين مختلفين. فطبعا ده برضو يعتبر اللاين. الري يا مستر ده شكله بيبقى عنده وان ارو، سهم واحد بس. طبعا اللاين احنا عندنا هنا سهمين، او ما تلاقي سهمين يبقى ده لاين. الري عندك سهم واحد بس بيمشي في اتجاه واحد بس. يجي يقول لك هنا align extend in one direction forever and has one end point. عنده one end point وعنده one extension. حضرتك هنا في ماشي في اتجاه واحد بس، يبقى حضرتك ده الري وده شكله. طبعا طريقه الكتابه، طريقه الكتابه بتاعت اللاين، اللاين او الستريت لاين بالصوره اللي قدامنا دي يا شباب، بيبقى مثلا جاب لك هنا سهمين والاي بي تحت كده، فحضرتك هتبدا تكتب الاي بي والسهمين بتوعك. ده ما بيفرقش، لا اللاين ولا اللاين سيجمنت يفرقوا. انا اللي يفرق معايا الري. ايه يا مستر اللي يفرق في الري؟ الري بيجيبه لك بالصوره دي ويطلب منك ان انت تختار الاسم. فانت لما تيجي تكتب الاسم انت هتبدا من النقطه اللي هي عندها سهم. يعني مثلا يا مستر اللي قدامنا ده انا عايز اكتبه، فهبدا اقول اي بي وعليها لاينز. انا بدات بالاي، يعني لو كان جايب لي يا مستر هنا ارو بالصوره دي كده وقام قال لك هنا اسمه مثلا بي سي، قال لك هنا بي وهنا سي مثلا. طب ده لما اجي اكتبه بالطريقه اللي هي الليترز العاديه هكتبها ازاي؟ هو بادئ منين؟ فين الاند بوينت اللي عندي؟ الاند بوينت اهي، دي اللي ما عندهاش سهم. فلما اجي ابدا اقول له دي عباره عن بي سي وعليها الارو بتاعها. ده بس الجزئيه اللي عايزك تركز فيها. طبعا يا مستر اللاين سيجمنت ده شكله عنده تو بوينتس كده وبيحط عليه تو ليترز، والديفينيشن بتاعه بيقول لك ان هو هاز تو اند بوينت، هاز تو اند بوينت، عنده نقطتين نهايه، يبقى على طول هو اللاين سيجمنت. مستر ما تتجهش للبارلل او الانترسكشن او البيربنديكولار الا ما يكون عندك خطين. بعد اذنك مستر اقفل عندي المايك. حضرتك ما ماشي تتجهش للبارلل والانترسكشن والبربنديكولر الا في الا ما يكون عندك خطين. خطين يا مستر هما اللي يخلوني اقول الريليشنز دول ازاي. تعال اقول حضرتك اول حاجه عندنا البارلل. يعني ايه بارلل؟ يعني عندنا خطين عمرهم ما هيتقابلوا، هيفضلوا ماشيين جنب بعض. افتكرها من ال اللي في النص دي، افتكرها من ال ال اللي في النص دي. حضرتك هنا ده يا مستر اللي تقدر تقول عليه بارلل، خطين يبقوا جنب بعض. طب الانترسكتنج، الانترسكتنج هم متقاطعين خلاص ما فيش مشكله. والبربنديكولار، البربنديكولار حرف ال ال بتاعك او البلس او التي حسب بقى. طبعا حرف ال ال مهم في حاله ان انت ما بتيجي تشتغل على السكوير والريكتانجل، تعمل حرف ال كده يجيب لك سكوير ويقول لك A B C D، وعاوز منك تجيب تو بيربنديكولار لاينز، فتقوم عامل حرف ال L كده وتاخد التو لاينز. هتقول له اول لاين اللي هو اللي نازل اللي تحت ده اسمه A B، وما تنساش تكتب عليه من فوق حضرتك، تكتب عليه الخط من فوق ده. طب يا مستر اللي تحت دوت اللي هو البي سي، يبقى ده بي سي، يبقى التو لاينز دول او التو لاين سيجمنت دول، دول يعتبروا بيربنديكولار. طب لو عايز بارلل، حضرتك كنت بقول لك حط القلمين كده عليهم، حط قلمين كده يبقوا عاملين زي الايكوال، زي ال 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 دي، واكتب اسمائهم. هتبدا تكتب اسم الاول اللي فوق ده اسمه اي بي، اللي تحت ده اسمه ايه؟ اسمه بي سي، وما تنساش تعمل اللاين اللي فوق بينقص عليه نص درجه. دي الريليشن اللي بتوين اللاينز. طبعا ده شكل الانترسكتنج، سواء ده او ده، ده يعتبر انترسكتنج. البربنديكولار بيبقى شبه البلاس كده، ممكن تبقى معوجه، يعني عشان السؤال اللي عندنا في النموذج جايبها لك بالصوره دي، ده برضو يعتبر بربنديكولار. ليه يا مستر؟ اصل اقدر ارسم عليه سكوير هنا. طالما قدرت ارسم عليه سكوير يبقى حضرتك ده بربنديكولار. طيب
دي الريليشن بتوين لاينز. تعال نكمل مع بعض بيج 2. طبعا جاب لك بقى هنا الكلام اللي انا كنت بتكلم عليه، اللي هو عايز بيربنديكولار فتقوم عامل كده وتجيب البيربنديكولار، عايز بارلل تقوم عامل كده مستر خطين كده وتبدا تكتب اسم اللي انت وصلت ما بينهم. الكلام ده كله موضح وانتوا جالكم في الامتحانات وموضح ويعني شاطرين فيه. نيجي بقى للانجلز. الانجلز ماستر ده شكل الاكيوت. طبعا الاكيوت انجل ليس ذان 90، دي طريقه من طرق الكتابه، وممكن يقول لك بتوين مين ومين، بتوين 0 و90، موجوده ما بين الزيرو وال90. الرايت انجل طبعا ايكوالز 90 ديجري، وده علامه ال هي يا مستر، وبيبقى عليها السكوير. اول ما تشوف السكوير البلو اللي هو انا عامله دوت، السكوير ده يا مستر اول ما تشوفه المربع الصغير ده يبقى انت عندك رايت انجل. الاوبتيوس انجل مور ذان ال 90، دي طريقه. ممكن طريقه تانيه ان انت حضرتك تقول يا مستر ان ان هي لايز بتوين ال 90 اند ال 180. من الاسئله المهمه طبعا انا قلت سؤال من المنهج القديم في جريد 5 وجالهم، ومن الاسئله القديمه بتاعت جريد 4 واحتمال يجي لك، متوقع برضه ان هو يجي لك. قلت لهم في جريد 5 في الكيوبيك سنتيمتر ده اليونت بتاعت ايه؟ بتاعت الفوليوم. جات لهم هنا من الاسئله اللي كانت معتاده في المنهج القديم، ان هو يجي يقول لك احنا بنعمل ميجرنج للانجل باي يوزنج ايه؟ ايه الاكويبمنت؟ ايه هي الاكويبمنت اللي بنستخدمها علشان نعمل ميجر بالظبط. للانجل؟ البروتراكتور. في عندنا هنا حاجه تانيه، في عندنا هنا يقول لك اليونت، طبعا دي في امتحان من الامتحانات، اليونت اوف ميجرينج انجل. شباب اقفل المايك بعد اذنك. يبقى هنا حضرتك اليونت اوف ميجرينج الانجل، حضرتك اليونت بتاعت الميجرينج الانجل هي الديجري. شباب اللي لسه داخل احنا متفقين علشان ما تقفلش المايك عليك، اقفل انت المايك، ما تفتحش المايك الا لما تكون محتاج حاجه. يا مستر، طب اللي احنا دلوقتي في بيج كام بالظبط عشان انا اتلخبطت؟ ما تفتحش حاجه خالص، واقفل المايك وخليك معايا. مستر هنبدا نتكلم دلوقتي عن الستريت انجل. الستريت انجل طبعا ده شكلها، وحضرتك الميجر الستريت انجل ايكوالز 180. اتكلمنا عن الاكيوت تراينجل. الاكيوت تراينجل عندك 3 اكيوت انجلز بالصوره اللي قدامك دي. طبعا ما فيش عندي رايت وما فيش عندي اوبتيوس. حبيبي الرايت تراينجل، الرايت تراينجل عندك 1 رايت وعندك 2 اكيوت. الكلام ده لازم تبقى حافظه. الاوبتيوس تراينجل، اوبتيوس تراينجل عندك 2 اكيوت و1 اوبتيوس. ومن هنا بيجي سؤال مهم كان بيجي على طول في المنهج القديم، ايه هو يا مستر؟ بيجي يقول لك هنا تراينجل ات ليست هاو ميني اكيوت انجل، عنده كام اكيوت انجل؟ 2. ممكن يعكسها يقول لك السؤال بطريقه ثانيه، يجي يقول لك هنا ات اني تراينجل ذير ار نقط اكيوت انجل ات ليست. نقط يبقى عايز عددهم، عدد الاكيوت انجل الات ليست على الاقل هم 2. يبقى انا هنا عندنا حاجتين، السؤال ده مهم جدا وبيجي بالطريقتين اللي انا قلت لك عليه، يا هيبقى 2 اكيوت انجل انت هتكتب ال 2 يا هتكتب الاكيوت. مستر عندنا الايكولاترال تراينجل. الايكولاترال تراينجل حضرتك انت عارف ان السايدز كلها ايكوال والانجلز كلها ايكوال، كلهم ايكوال 60 ديجري. عندنا يا مستر حاجة تانية، مستر ممكن يجيب لك أسئلة يقول لك مثلا A B equal B C equals A C the type of the triangle. حضرتك هو هنا حدد لك إن الثري سايدز قد بعض. طب هما فين الثري سايدز يا مستر؟ حضرتك أهو أدي 1 2 3، دولت الثري سايدز بتوعنا قد بعض، يبقى equilateral. يبقى equilateral. طيب الايسوسلس عندنا 2 ايكوال سايدز، ممكن يجي يتكلم معاك كده يقول لك اي بي ايكوال 7، اي بي ايكوال بي سي ايكوال 7، ويقوم جايب لك سايد اخير ويقول لك ان الاي سي ايكوال 5. طب يا مستر هنا في عندنا 2 سايدز هم قد بعض، دولت التو سايدز اللي قد بعض، يبقى على طول ايسوسلس. في عندنا حاجه ثانيه، في عندنا السكيلين او السكالين. حضرتك هنا التراينجل ممكن يرسم لك تراينجل وعليه نمبرز 3 4 5، ارقام مختلفه، يبقى ده سكالين او سكيلين. ممكن حضرتك يجيب لك السايدز بالارقام اللي قدامنا دي، وانت لما تيجي تبص على الارقام النمبرز اللي عندك اللانسز اللي عندك هتلاقيهم ديفرنت، مفيش ديفرنت، مفيش حاجه شبه بعض. فانت حضرتك هنا لما تيجي تتكلم هتقول له ده يا مستر يعتبر سكيلين بقى.
السؤال اللي بعده يقول لك ذا، من الاسئله برضو الكلاميه، يجي يقول لك ذا تايب اوف اوف ايكولاترال تراينجل اكوردنج تو اتس انجل. حضرتك الايكولاترال اللي لسه قايل لك ان كل الانجلز بتاعته قد بعض وكلهم ايكوالز 60 ديجري وكلهم اكيوت. ات اني تراينجل، السؤال اللي اتكلمت فيه طبعا هاز ات ليست تو اكيوت انجل، يا يخبي يا يخبي تو يا يخبي كلمه اكيوت، حاجه من الاثنين، يكتب لك تو نقط انجل فانت تكتب اكيوت. طبعا الاسئله بتاعت الكوادريلاترال، اتكلمنا عن الكوادريلاترال، يجي يقول لك ذا بوليجون هاز 3 سايدز الاول قبل ما ندخل في الكوادريلاترال، يجي يقول لك ذا بوليجون هاز 3 سايدز، اللي عنده 3 سايدز 3 انجل 3 فيرتسيز ذا تراينجل 3 3 3 تراينجل. امال الفور كوادريلاترال، الفور هو الكوادريلاترال. طبعا وان بير بارلل سايدز، لما تسمع الجمله دي على طول ترابيزيوم او ترابيزويد، quadrilateral one pair parallel sides. امال لو قال لك two، لو قال لك two pair parallel sides، حضرتك اولهم البارللوجرام، بعد كده الاشكال الباقيه تيجي بعد منه اللي هي شبهه اللي هي جايه منه. طبعا يا مستر البارللوجرام احنا نقدر نحوله لرومبس، امتى يتحول لرومبس؟ لما يبقى عنده four equal sides. البارللوجرام نقدر نحوله ريكتانجل، امتى نقدر نحوله ريكتانجل؟ الريكتانجل مع four right angle. مستر البارالليلوجرام اقدر احوله سكوير، امتى يبقى سكوير؟ شرطين، فور رايت البارالليلوجرام لازم يقول كلمه بارالليلوجرام في البدايه عشان يبقى شرطين. حضرتك بارالليلوجرام عنده فور رايت انجل وفور ايكوال سايدز او اول سايدز ار ايكوال. طب امتى يا مستر الكوادريلاتر، ايه هو الكوادريلاترال اللي عنده تو اكيوت وتو اوبتيوس، الاشكال المعوجه اللي جايه بالجنب كده شويه؟ انسى الترابيزيوم، الترابيزيوم ما بتقولوش الا في حاله واحده، وان بير بارل سايد، شكرا اركنه على جنب، ده سؤال الترابيزيوم. امال ايه الحاجات الباقيه اللي بنجاوب فيها في الكوادري لاترال؟ حضرتك عنده تو اكيوت وتو اوبتيوس، ده الباراليلوجرام والرومبس. طب لما يجي يقول لك اللي عنده فور رايت انجل، اللي عنده فور رايت انجل حضرتك طبعا الريكتانجل والسكوير. من الاسئله اللي بتيجي برضو يجي يقول لك ان انت عندك ريكتانجل، الريكتانجل فور رايت انجل and four equal sides، كده شرطين اهم، four right angle و four equal sides يبقى square. مستر الرومبس، الرومبس هنا حضرتك عنده four equal sides، وكمان انا بقول لك ان انت عندك four right angle، يبقى على طول يبقى تحول square. يبقى يا مستر لما يجي يبدأ بكلمة رومبس او rectangle الاجابة على طول بتبقى square. سؤال بقى بيقول لك the sum of measures of accumulative angle او as a measure of أو the sum of measures of angle at one point، هي نفس السؤال. The sum of measures of angles at one point أو the accumulative angle، طبعًا 360. لازم حضرتك تكون حافظ إن quarter circle ربع الدايرة يعتبر 90 degree، وطبعًا ممكن يجيب لك circle كده مرسومة ومتقسمة لفور بارتس زي ما إحنا شفنا في الامتحانات، ويعمل لك شيد لوان بارت. هيعمل لك شيد لوان بارت، جزء واحد بس اللي هتلاقيه متظلل بالصوره دي، ده يا مستر يعتبر كوارتر سيركل وده يعتبر ب 90 ديجري. طيب مستر الهاف، هاف السيركل طبعا هتعمل شيد لتو بارتس فهتبقى ستريت انجل فهتبقى 180. الثري كوارترز ما تجيش كتير بس خليك عارفها، طبعا الثري كوارتر هيبقى سيركل عندك ومتقسمه لفور ايكوال بارتس، وهيعمل لك شيد لثري بارتس، هيبقى عامل شيد لثري بارتس. طب يا مستر هتجمع الاثنين دول مع بعض، ال 90 وال 180 هيطلعوا 270، لان انا هنا معايا ادي الستريت اللي هم الهاف وهتزود عليها 1 بارت هتبقى 3 كوارترز. طبعا 180 و90 تطلع 270. طبعا ذا نمبر اوف ديجريز طبعا 360، دي طريقه ثانيه برضو لسؤال السيركل. مستر ذا ميجر اوف 1 بارت طبعا بتاعت الكلوك دي طبعا لازم احنا اتدربنا عليها وكان اخر درس عندنا، طبعا الميجر للبارت الواحده ب 30 ديجري، طبعا بيجيب لك ساعه يجيب لك فراكشن عادي، يجيب دي يجيب دي، شكلين السؤال هم الشكلين اللي قدامك دول حبيبي، شكل ان هو يجيب لك الكلوك اللي قدامك دي، طبعا انت هتبدا تعد الشيدد بارتس 1 2 3 4 كده زي ما انا عامل الجمب، واللي انت عديته تعمل له تايمز 30 وتكتب النمبر وما تنساش الديجري، بينقص عليها نص درجه. طب لو جاب لي فراكشن، جاب لك فراكشن خد النيميريتور، اتاكد الاول ان هو اوفر 12، كل الامتحانات في الاخر بيجيب السهل اللي اوفر 12 مش هيجيبها لك حاجه ثانيه.
فهتجيب يا مستر النيميريتور بتاع الفراكشن وتعمل له تايمز 30. طب افرض يا مستر ما كانتش اوفر 12 زي اللي عندنا هنا 1 اوفر 3. طبعا هتاخد ال 1 اوفر 3 وتحولها لايكويفالنت فراكشن وتخليه تحت 12 وتبدا تقول ال 3 انا عايز اكبرها خليها 12. فاعمل ايه؟ اعمل تايمز 4 داون واعمل تايمز 4 اب وهتبدا تقول 4 تايمز 1 4. شكرا، انا عايز ال 4 دي، هي دي اللي تلزمني، وال 4 اروح اعمل لها تايمز 30 تطلع. والله حبيب قلبي ده كان ريفيجن صغير على الجيومتري. تعالوا نبدا مع بعض يا مستر في حل ايزي ماس وركز معايا. ثواني مش عايزة تيجي عشان انا فاتح حاجات كتير في اولاد، خليك معايا. مستر السؤال الاول بيقول لك the opposite two lines are، طبعا اللاينز اللي عندنا دي طبعا شبه حرف ال ال، فانا هختار اللي فيها ال ال هي البارلل. السؤال بعده equivalent fraction. حضرتك من الاسئله اللي هتجي لك السؤال ده، حضرتك بتبص على الدينومينيتور لقيته 100 والدينومينيتور هنا 10، ما ينفعش. هو عمل ايه يا مستر؟ هو هنا كنسل، سوري، زود 1 0 لل10، فانا ال2 اللي في النيوميريتور دي لازم ازود لها 1 0 زي ما انا عملت. فطبعا انت هتحل هنا الاول بعد كده تختار، فاللي تشوز بالنسبه لنا هيبقى 20. السؤال اللي بعده بيقول لك which is a unit fraction. unit fraction طبعا اول ما اسمع كلمه unit fraction يبقى النيوميريتور 1 فوق 1، فطبعا ده الاجابه بتاعتي. اوعى تروح تختار الميكسد نمبر ده وتقول لي النيوميريتور 1، انا بختار بروبر فراكشن. السؤال اللي بعده جاب لك هنا 50 هندرتس. طبعا 50 هندرتس يا شباب ما اروحش اختار الديسيمال بتاعتها على طول، حضرتك انت اول حاجه هتكتب ال 50، و100 يعني اوفر 100، حضرتك هتبدا تعمل كونفرت انتو ديسيمال، هتكتب ال 50 وتحط الديسيمال بوينت بعد 2 ديجيت، هم اوريدي 2 ديجيت فتحط الديسيمال بوينت وزيرو، وابدا ادور هل في 0.50؟ طبعا دي غلط، طبعا دي اوعى تختارها، في زيرو في النص ما بين البوينت وال5، هنا البوينت وال5 ما فيش زيروز بينهم، فطبعا هي الاجابه هتكون لتر سي، ده لان ده الايكوفلنت لو انا شلت الزيرو ده. يقول لك ذا سكيلين تراينجل او ذا سكيلين تراينجل. سكيلين هنا عندنا السايدز بتاعتي كلها ديفرنت، طب يبقى انا الايكوال سايدز عندي كام؟ انا ما عنديش، فيبقى زيرو. السؤال بعده بيقول لك which of the following fraction is equivalent to 1؟ مين اللي قيمته 1؟ حضرتك الايكوفلنت تو 1 اللي هو الفراكشن اللي النيميريتور والدينومينيتور يكونوا قد بعض. 7 ديفايد 7 ب 1، طبعا هتبقى الاجابه الاخيره. تعالى يا مستر نروح للاكسرسايز 7. الاكسرسايز 7 ده من الترم الاول، طبعا هو كان عندنا اللاين بلوت واتلغى، فانا مش هاخد كل الاسئله بتاعت اللاين بلوت. انا الفكره ان هو ممكن يجيب لك سؤال تراكمي من الترم الاول، انت درست اللاين بلوت الترم الاول. اسمع معايا السؤال ده سهل، بيقول لك the opposite line plot represent the heights. طبعا اللاين بلوت بنستخدمه في الارقام، nine numbers the heights of some palm trees in meters then the number of all palm trees in the graph. هو عايز عدد البالم تريز كلهم اللي موجودين في الجراف. طب حضرتك اول حاجه هتروح تبص على الكي، الكي اللي عندك هنا قال لك ان الاكس ب 3، فانت هتبدا تعد التيبل 3 تقول ايه 3 6 9 12 15 18 21. يبقى مستر اللي تشوز هنا بتاعي هيبقى اللي تشويس بتاعي هيبقى 21، طريقه ان انت بتعد كل واحده بال 3 او تعد انت عندك كام اكس 1 2 3 4 5 6 7، وتاخد ال 7 اكسز دولت وتعمل لهم تايمز 3 على جنب هتطلع ايكوالز 21 وتختار ال 21. السؤال بعده 2 اوفر 10 as decimal. طبعا انا اكتب 2 decimal point after one digit، ما فيش هول يبقى زيرو هول يبقى 0.2، يبقى الاجابه اللي ترسم. السؤال اللي بعد مستر جاب لك 73 اوفر 10، طلب منك ان انت تعملها ميكسد. طبعا يا مستر انت ممكن تقوم عامل فراكشن بار كده وتكتب ال 10 وتقول 10 تايمز كام اقرب حاجه لل 73؟ طبعا 7 تايمز 10 ب 70 وهيتبقى لنا 3، وتبدا تختار يبقى هنا 7 اند 3 تنس، او
احنا متعودين لما يكون في الدينومينيتور 10 اروح اشيل التنز وانزله تحت زي ال 100، لو كان تحت 100 حضرتك تشتال ال 100 الديجيت اللي واقفه في ال 100 وتنزلها تحت كهول. السؤال اللي بعده جاب لك هنا ال ام وطالب منك ان انت تحدد اسمها. طبعا ده ما فيش اسهم خالص هنا، ما فيش اسهم، دي بوينت ودي بوينت، فهتبدا تختار اللي ما فيهاش اسهم اللي هي الاجابه لتر سي. السؤال اللي بعده بيقول لك which figure shows right angle، مين بيمثل لنا right angle؟ طبعا واضح جدا حرف ال L right angle، وفي عندك perpendicular line اهو مستر حضرتك، هنا هتبقى الاجابه letter B. السؤال اللي بعده بيقول لك the opposite triangle is not a triangle. بالراحه بقى حضرتك تروح تبص على التراينجل، اول حاجه اول معلومه تلاقيتها ان انا لقيت عندي سكوير، السكوير ده بيدل لي ان التراينجل ده رايت، اروح ادور على كلمه رايت موجوده. اه يا مستر اهو شكرا. السؤال اللي بعده بيقول لك الباراليلوجرام هاز، تعال نشوف، انا عارف ان الباراليلوجرام عنده تو بير بارلل سايد، ده المعلومه بتاعت الباراليلوجرام، وعنده تو اكيوت وتو اوبتيوس، بس هو ده اللي في الباراليلوجرام عايزك تعرفه. طبعا يا مستر ما عندوش فور رايت انجل، ما عندوش فور ايكوال سايد، الوان بير ده بتاع الترابيزيوم، يبقى دي مش بتاعته، يبقى الاجابه بتاعت الليتر دي اللي هي two pair parallel sides. السؤال اللي بعده مستر من الاسئله القديمه قوي اللي اخذناها في يونت 1، حضرتك هنا طالب منك ان انت تكتب فراكشن يمثل الاديشن اللي عندك. فطبعا انت ممكن تعمل ريبريزنت عادي جدا، ان انت هتقول انا هنا ده بيمثل لي ايه؟ ده بيمثل لي 3 كوارترز بلس، هنا بيمثل لنا ايه؟ ده بيمثل لي 2 كوارترز، وتبدا تجيب السم حضرتك. طبعا الدينومينيتورز شبه بعض، فهتكتب ال 4 وتقول 3 بلس 2 هتطلع ايكوالز 5، وتختار 5 8 5 4. في طريقه ثانيه، اه يا مستر انا ممكن اشوف ان كلهم هم متقسمين ل 4 بارتس، فاعمل فراكشن بار واكتب تحت 4 واعد الشيدد 1 2 3 4 5 ورايح دماغي، يبقى هنا 5 اوفر 4. يبقى انا اول حاجه اشوف السيركلز عندي متقسمه لكام بارت واكتبها تحت، كل سيركل لوحدها، بعد كده اعد الشيدد واكتبهم فوق، وخلصت المساله بدل ما اعمل اديشن واغلط. السؤال اللي بعده اسئله الفاليو، الفاليو بنكتب نمبر، تعال نشوف يا مستر، طالب منك الفاليو للفايف، قبل ما تجاوب حضرتك تسال نفسك انا هول ولا ديسيمال؟ طبعا يا مستر انا ديسيمال. حضرتك هتبدا بزيرو بوينت، حضرتك بعد الديسيمال بوينت انت عندك فور مش عايزها، فهتحط مكانها زيرو وبعد كده تنزل الفايف، يبقى زيرو بوينت زيرو فايف. يبقى انا في حاله الفاليو بشيل كله واحطه زيرو واخلي الديجيت اللي هو عايزها بس، فبقت 0.05. السؤال اهو يا مستر اللي هو بتاع الدرس الاخير بتاع السنترال انجل، قال لك ذا فراكشن 5 12 ميكس ان انجل اوف ميجر. طبعا يا مستر اول حاجه ببص تلاقيت تحت 12 الكلوك، يبقى اخد النيميريتور على جنب واعمل لها تايمز 30، هتبدا تقول 5 تايمز 30، اول حاجه طلع الزيرو بره وقول 3 تايمز 5 ايكوالز 15، يبقى هنا الميجر عندنا هنا 150 ديجري. السؤال اللي بعده يقول لك هنا ان نقط انجل ميجرز بتوين 90 اند 180، طبعا اللايز بتوين 90 و 180 احنا عارفين ان هي الاوبتيوس. السؤال اللي بعده جاب لك هنا ذا ديجيت 4 ان النمبر اللي عندنا ده واقفه فين؟ بليز 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 فاليو بنكتب 1 و 10 و 100. طبعا هنا مستر حضرتك ال 4 واضح جدا ان هي في الديسيمال، فلو انت بتتلخبط هتكتب هنا مثلا من اول الديسيمال بوينت هنا او تي وهنا تي اتش، ولاحظ التي هنا سمول، ليه يا مستر سمول؟ لان انا بكتب في الديسيمال، فهتبدا تقول الفور واقفه في التي، التي دي الديسيمال هي هتبقى تنس اللي اخرها تي اتش اس. لو كان سالني على التو، التو كنت هقول له 100. السؤال اللي بعده جاب لك هنا بيقول لك which of the following is greater than 1؟ حبيب قلبي اللي اكبر من 1 حاجتين، ايه هم يا مستر؟ الميكسد نمبر والامبروفر. هتروح تدور على الميكسد، مفيش ميكسد في كل دول، مفيش، يبقى انا مستر هنا هدور على الامبروفر. ايه الامبروفر ده؟ اللي فوق اكبر من اللي تحت،
مين عنده اللي فوق اكبر من اللي تحت؟ فطبعا ده اللي فوق صغير، هنا اللي فوق اصغر من اللي تحت حضرتك. اه لا هنا يا مستر، هنا انا اقدر اتكلم ان 7 اوفر 5 ده امبروبر، يبقى ده الفراكشن اكتر. مستر التيبل اللي قدامك ده ارقام، واخدناه في الترم الاول وانا لسه بحضرك، بقول لك اللاين بلوت هو اللي بيستخدم معاه الارقام، طبعا مش هيجي لنا ان شاء الله، فطبعا هنا الاجابه هتبقى لاين بلوت. لا هتجي لنا الدبل بار جراف، ركز فيه ان هو يجيب لك تو داتا ويطلب منك يقول لك احنا هنمثلهم بايه؟ دبل بار جراف. يبقى انا مستر عشان اداني ارقام كتير كده يبقى انا بستخدم اللاين بلوت. السؤال اللي بعده جاب لك هنا 4 بلس 4 اوفر 3. حضرتك عشان تعمل اديشن طبعا انت هتقول لي ده عباره عن 4 اند 4 اوفر 3. طبعا حضرتك هنا يا حبيب قلبي طبعا ما ينفعش الشكل ده ومش هتلاقيه في الاجابات. كنت اقول لك خد ال 4 اوفر 3 وعلمها الادب، خد على جنب وعلمها الادب، هتبدا تقول ال 4 اوفر 3، طب يا مستر هحولها ميكسد، اكتب ال 3، 3 تايمز كام اقرب لحاجه من ال 4؟ طبعا 3 تايمز 1 ب 3، لسه لي كام عشان ابقى 4؟ لسه لي 1. فبقى معايا 1 هول اند ثيرد، طبعا انا معايا كمان هنا 4 هول، فهتزود ال 4 هول على ال 1 هول يبقوا 5 هولز اند 1 ثيرد. شباب يوسف بعد اذنك. يبقى هنا يا مستر الاجابه 5 اند 1 ثيرد. طب افرض يا مستر ما كانتش موجوده كميكسد، حضرتك تبدا تعمل تايمز بلس زي الاكزام الاخير، حضرتك هتكتب ال 3 اللي في الدينومينيتور وتقول 3 تايمز 5 15 بلس 1 تطلع ايكوالز 16 اوفر 3. السؤال اللي بعده يا مستر جاب لك 3 اند 2 فيفث وطالب منك ان انت تحول الكلام ده الميكسد نمبر ده لامبروبر. يعني ايه امبروفر يا مستر؟ حضرتك يعني اخلص من الهول ادخله جوه الفراكشن. فطبعا بنعمله بالتايمز بلس، هتكتب ال 5 اللي في الدينومينيتور وتبدا تقول 5 تايمز 3 15 بلس 2 ايكوالز 17. السؤال بعده بيقول لك الموديل اللي قدامك ده عايز السويت من ديسيمال. انا ماليش دعوه بالديسيمال، انا هشتغل على الفراكشن. فانا هبدا اعمل فراكشن بار وابدا اعد يا مستر الشيدد، عندنا كام شيدد؟ 1 2 3 4 5، احنا عندنا هنا 5 شيدد من كام؟ كمل 6 7 8 9 10، فبقت 5 10 5 from 10. حضرتك تقدر تحوله ديسيمال، فهتبدا تكتب ال 5 الديسيمال بوينت افتر 1 ديجيت، وحضرتك انا ما عنديش هول فالاجابه هنا هتبقى 0.5. اي حد واقف معاه اسئله علم عليها وانا هرجع لك هنشتغل فيها ما تقلقش. السؤال اللي بعده 24 بيقول لك هنا أسئلة جميلة، بيقول لك have a very major angles، طبعا very يعني متنوع أو أكتر من شكل، الكلام ده ما يهمنيش، اللي يهمني اللي بعدها. قال لك and only one bare parallel sides، مين اللي عنده one bare parallel sides؟ طبعا الترابيزيوم أو الترابيزويد. السؤال بعده سبتراكشن، ونركز في الجزئيه دي طبعا اتدربنا عليها كتير مستر. في السبتراكشن لازم في الاول يكون عندي فراكشن، فحضرتك هتبدا تعمل بورو 1 من ال 3، ال 3 دي هتبقى 2، وتعمل فراكشن بار وتكتبه حسب الدينومينيتور اللي عندك، انت عندك هنا في كام؟ 5، يبقى ده هيبقى 5 اوفر 5. المساله بتاعتي انا هكتبها تاني، بقت 2 هول اند 5 اوفر 5 ماينس 1 هول اند 3 اوفر 5، وابدا اعمل السبتراكت. هتبدا تقول يا مستر 2 هول ماينس 1 هول هيتبقى لنا 1 هول، الفراكشن تحت 5 يا مستر، وتبدا تقول 5 ماينس 3 جيفز اس 2، الاجابه هتبقى 1 اند 2 فيفث. السؤال اللي بعده الاسئله الجميله بيقول لك هاو ميني رايت انجل؟ رايت انجل تروح تدور على السكوير. طبعا هنا يا مستر عندنا كام سكوير؟ 1 2، فيبقى عندنا هنا 2 رايت انجلز. السؤال اللي بعده جاب لك هنا البروتراكتور مرسومه وطالب منك الميجر. طبعا يا مستر الزيرو بتاعي هنا واضح جدا ان دي اكيوت انجل، هتبدا تقول 0 10 20، يبقى الاجابه هنا مستر 20 ديجريز. مستر بيقول لك which measure of an acute angle، مين في الانجلز اللي عندك دي تعتبر اكيوت؟ طبعا الاكيوت اللي زي 90، فانا هدور على اللي اقل من ال 90، فعندي هنا ال 40، دي الإجابة بتاعتي.
نروح للأسئلة اللي كانت في المعاصر، بيقول لك which of the following is not true، مين الغلط هنا؟ حضرتك هنا ده جاب لك equivalent fraction، وهتبدأ تشوف الاثنين دول قد بعض ولا لا. طبعا ممكن نحل دي بطريقتين، انا هحلها بالطريقه السمبليفاي عشان نفتكرها. مستر حضرتك ال 5 اوفر 15 هعمل لها سمبليفاي، يعني ايه سمبليفاي؟ هقللها، هعمل لها ديفايد. هبدا اقول ال 5 وال 15 دول نواتج تيبل ايه؟ دول نواتج تيبل 5. فهبدا اقول انا لو عملت ديفايد 5 4، 5 ديفايد 5 1 صح. طب ال 15 اعمل لها ديفايد 5 تتبقى لنا كام؟ 3. صح يا مستر؟ لا ده صح، هو عاوز الاجابه الغلط النوت ترو. اللي بعده يا مستر حضرتك هنا بادئ بالصغير واللي بعده كبير، فانا هبدا اعمل تايمز عند الصغير ده وابدا اقول ال 1 بقت 3، عملت لها تايمز كام؟ تايمز 3. انزل تحت اعمل تايمز 3، 3 تايمز 6 ب 18. ايه ده؟ ده الاجابتين صح، يبقى ده برضو مش عاوز. مستر جاب لك 7 وبقت 8، هي ال 7 تنفع تبقى 8؟ لا يا مستر ما ينفعش. طب في سمبليفاي؟ لا. يبقى دي الاجابه اللي هو طالبها. طب اتاكد من اللي بعدها، جاب لي 3 اوفر 3، انا عارف ان 3 اوفر 3 1 هول، جاب لي 4 اوفر 4، ال 4 اوفر 4 1 هول، لا ده دول قد بعض، دي اجابه صح، يبقى صح اللي احنا وصلنا له، يبقى الاجابه دي هي الغلط. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا which fraction is equivalent to 0.3. طبعا انا شايف هو كاتب fractions كلهم، فانا هبدا احول ده fraction، ماليش دعوه بالاجابات الموجوده. fraction bar اكتب ال 3 اللي في النيميريتور، العلامه بعد 1 ديجيت، يبقى اوفر 10. ما شاء الله الاجابه قدامي اهي. السؤال اللي بعده من الاسئله المهمه جدا، طالب منك ان انت تجيب السم وعندك unlike denominator، حضرتك هنا لازم تخليهم شبه بعض. تحت هنا 100 وهنا 100، يبقى ده لازم يكون 100 زيهم. هتبدا تزود 0 تحت و0 فوق، وده بس اللي بيتزود له، وايه؟ اسمع كده تاني، وده بس اللي بيتزود له، وده بس اللي بيتزود له. اللي كان ناقص تحت هو اللي يزود له تحت وفوق، بس ما تعملش حاجه تانيه، هات السم بقى. بقى عندي 20 بلس 3، طبعا الاجابه 23. الاجابه هتكون لتر ايه؟ نروح للاكزامبل اللي بعده، جاب لك دي بقى من الاسئله المهمه، ركز بقى معايا. يقول لك هنا which type of graph is suitable طبعا for the following table، حضرتك ايه اللي استخدمه في هنا؟ هنا انت عندك تو داتا، عندك الداتا الاولى بتاعت هاني، عندك الداتا الثانيه بتاعت منى، وطالب منك ان انت تستخدم حاجه. طبعا من غير ما افكر هقول له double bar graph. بيقول لك an obtuse angle نقط رايت. حبيبي معلومه عايزك تركز معايا فيها، اول ما يدي لك نوعين انجل، نوعين انجل في نفس السؤال، يبقى عايزك تختار يا جريتر زان يا سمولر زان، بس يا مور زان يا ليس زان، هي حاجه من الاثنين بقى انت عايز تختارها، جريتر زان سمولر زان، مور زان ليس زان. طب يا مستر الاوبتيوس هنا بالنسبه للرايت ايه؟ طبعا الاوبتيوس اكبر، ده مو كرش كبير، دي حضرتك هتختار الجريتر. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا حبيب قلبي all right triangles، طبعا الرايت تراينجل انا لو رسمت الرايت تراينجل كده لنفسي على الجنب، انا عارف هنا ان انا عندي 1 رايت وعندي هنا 2 كيوت صغنطوط، يبقى انا عندي كام؟ اكيوت. يسالني هنا عن الاكيوت، لا 2، لو كان سالني عن الرايت كنت قلت له ايه؟ 1. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا اوبوزيت تو لاينز، ايه ده؟ بلس اهو يا مستر وعامل لي علامه السكوير، فين البربنديكولار؟ على طول تروح تختارها، بدل فيه هنا سكوير كده وحضرتك بلس يبقى بربنديكولار. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا which of the following can be represented by a line plot، اللاين بلوت هنا الارقام، طبعا هنا موفيز اسماء، هنا انيمالز اسماء، هنا فودز، لا هنا الهايتس اطوال، ودي تستخدم في نمبرز، يبقى ده اللاين بلوت، وطبعا ده مش عندنا. السؤال اللي بعده جاب لك هنا 3 بلس 0.2 بلس 0.01، انا عايزك تسمعني بعد اذنك كده، احنا كنا بنجمع ازاي؟ طبعا كنا بنبدا بالهول، فين الهول يا مستر؟ ما عنديش الا 3، فابدا اكتب 3 وديسيمال بوينت. خلصنا الهول، تدخل على الديسيمال وتدور على اول ديجيت لازقه في الديسيمال، مين اللي لازق في الديسيمال؟ ال2، اكتب ال2. ايه الديجيت اللي بعد ال10؟ ال1، خلاص بقى اكتبها دي عادي، ما تكتبش زيروز ولا اي حاجه، تكتب هنا على طول ده، يبقى الاجابه هنا 3.21، وتركز وانت بتختار.
وعلشان كده باكد عليك اكتب قبل ما تختار، عشان لو انت اخترت غلط المستر هيشوف انت كاتب هنا صح فيديلك الدرجه. حبيب قلبي نقفل ونرجع تاني.